بدنا نعمرها وبالحب نغمرها بزنود السمر وبرجالة الله مصونها الله مصونها بدنا نبنيها جنة نخليها هيئة من الدنيا سورية والروح نهدي صباح الخير. صباح الخير، صباح مميز اليوم من الغوطة الشرقية وتحديدا من حمورية، هذا المكان الذي لطالما شهد على الإرهاب ولكنه اليوم يعود للحياة مجددا، يعود للعلم للعمل للقيم والمبادئ. هذه المدرسة تحديدا مدرسة فاروق رجب التي شهدت على الإرهاب وتوقفت عجلة العلم لفترة معينة، ولكن بجهود أبطال الجيش العربي السوري وجهود المعلمين بنات المستقبل تعود اليوم، وكما نرى أصوات الفرح والأهازيج احتفالا بعيد المعلم، ومن مثلهم يستحق هذا الاحتفال. عجلة العلم لم ولن تتوقف، ولطالما ستكون سوريا بكل مناطقها شاهدة على استمرار عجلة الحياة بناء أبناء المستقبل. وهلا أكيد بدي أروح لزميلتي سلمى وإلا يسعد صباحك يا سلمى بهذا اليوم المميز. يسعد صباحك فرح وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية، وصباحنا غير. نحن موجودين بمدرسة من 77 مدرسة أعيد تأهيلها بالغوطة الشرقية بعد دحر الإرهاب وعودة الأمن والأمان. رح نكون بمحطات متميزة، كونوا معنا بحلقتنا الخاصة لليوم. يسعد صباحك عن جديد فرح وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية. نحن حاليا ضمن مدرسة فاروق رجب بحمورية، رح نكون طبعا بمحطات خاصة بمناسبة عيد المعلم، معه تبدأ الخطوة الأولى لاكتشاف أوجه الحياة باختلاف مجالاتها بين تاريخها وسحر تضاريس جغرافيتها وأسرار علومها. هو من يفتح البوابة الأولى لكل واحد فينا، هو أيضا يضعنا على الطريق الأول باتجاه المعرفة. اليوم 18 آذار تاريخ إن هو يوم عيد المعلم السوري، رح نعرف محطات أكثر، خلونا نتابع بالتقرير التالي. تعد مهنة التعليم منذ أقدم العصور من أهم المهن وأكثرها وقعا على البشرية، فهي تساهم في تنمية الأخلاق وتعزيزها، إضافة إلى المساهمة في تطور الفكر والثقافة عبر الأجيال. فعلى مقاعدها يتربى الطبيب والمهندس والعالم، ولأجل هذا يحتفل العالم بيوم المعلم تكريما له. يحتفل باليوم العالمي سنويا منذ عام 1994، وهو بمثابة إحياء لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في عام 1966، والمتعلقة بأوضاع المعلمين واعترافاً بالمساهمة الحيوية التي يقدمها المعلمون من أجل التعليم والتنمية. في سوريا يتم الاحتفاء سنوياً بيوم المعلم، فالمعلمون أصحاب الرسالة المقدسة، هم بنات الأجيال الحقيقيون، لأنهم يبنون الإنسان الذي هو ركيزة المجتمعات وأساس تقدمها، وذلك تقديراً لجهودهم، حيث اعتمد من قبل وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية ثالث خميس من شهر آذار من كل عام
يوماً لعيد المعلم العربي كعطلة رسمية. وفي هذا اليوم نقول لكل المعلمين كل عام وأنتم الشمعة التي تضيء درب الأجيال، كل عام والعطاء يبقى عنوانكم. طبعا سلمان نحن هلا متواجدين مثل ما حكينا بمنطقه الغوطه الشرقيه وتحديدا حموريه، لحتى اكيد نكون ضمن يوم تعليمي مميز من مدرسه فاروق رجب يلي اعيد تاهيله ليبقى المقعد الدراسي الدفتر والقلم القيم والمبادئ بوصله لجيل سيكون العنصر الاهم في اعاده بناء واعمار سوريا. نحن في نموذج للكثير من المدارس التي سعت وزاره التربيه بكل جهودها الى اعاده تأهيلها ضمانا لاستمرار العملية التعليمية. أكيد لحتى نتعرف على المراحل التي أنجزت في إعادة تأهيل المدارس والمجمعات التعليمية بعد أن أصبح الأمان عنوان لاستمرار الحياة فيها، وأيضا كيف تم تطوير العملية التعليمية ضمن هذه المناطق. كل هي المعلومات رح نبدأ فيها نهارنا المميز بهذا اليوم الجميل والاستثنائي، ورح نحتفي أكيد بصناع الأمل المعلمين في عيدهم مع ضيفنا الأستاذ ماهر كمال فرج مدير التربية في ريف دمشق. يسعد صباحك أستاذ ماهر. صباح الخير عليك بكل خير يا رب. لحضرتك فرح، صباح الخير سلمى. يسعد صباحك سادة مشاهدي الإخبارية السورية. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. صباح الخير زملائنا المعلمين اليوم. أكيد. في عيد المعلم نقول لهم كل عام وأنتم بخير، كل عام ودائما معلمنا بصموده بصبره باستمراره بحمل الرساله التربويه النبيله. اكيد يسعد صباحك وشكرا اكيد لاستضافتنا بالمدرسه. خلينا نبلش مع حضرتك، يعني من عام 2018 الى اليوم بعد تحرير الغوطه بفضل الجيش العربي السوري عادت الحياه تدريجيا لكل مفاصل طبعا العمل بمدن وبلدات الغوطه ومنها قطاع التعليم. خلينا نحكي عن المراحل، كيف واكبتوا عوده المدارس بعد تحرير الغوطه الشرقيه؟ طبعا انا ما زلت اذكر يعني بآذار 2018 ومن هذا المكان بالتحديد من مدرسة الشهيد فاروق رجب ببلدة حموريا بالغوطة الشرقية، حين أعلن الجيش العربي السوري تحرير الغوطة الشرقية من رجس الإرهاب قمنا بتفقد المباني المدرسية، فكان هذا المكان حقيقة كان عبارة عن ركام وتعرض للتخريب على يد مجموعات مسلحة، الكتب متناثرة، الغرف الإدارية محترقة، تم نهب جميع محتويات المدرسة. فحقيقة يعني أمام هذا المظهر السوادي الذي خلفه الإرهاب كان لابد من وضع عدة خطط حقيقة، إن كان في هذه المدرسة أو المدارس المماثلة كما ذكرت فرح. فكان لدينا يعني بداية خطة إسعافية خصوصا مع العودة المتسارعة للأهالي إلى قراهم وبلداتهم. الخطة الإسعافية يعني أصبحنا نرمم النافذة، الباب، دورات المياه بحيث أن يعني أبسط مقومات العملية التعليمية. ثم فيما بعد اتجهنا باتجاه خطة تنسيق إن كان مع محافظة ريف دمشق أو مع وزارة التربية أو مع عدد من المنظمات الدولية. وكما تشاهدون يعني اليوم يعني نستطيع أن نتحدث عن حوالي 300 مدرسة أصبحت يعني ضمن الخدمة وعادت مجددا للاستثمار بعد أن تم إعادة تأهيلها وصيانتها وترميمها مجددا. نعم اليوم مثل ما حكينا كان يمكن كمية الدمار كتير كبيرة، ويمكن سلمى حتى بمشوارنا ونحن جايين على هي المدرسة شفنا كمية الدمار، ومو هي يمكن الغوطة يلي نحن كمان عرفناها اليوم عم ترجع الحياة بشكل تدريجي إن كان للمدارس وإن كان بقية المناطق. الرهان على عودة العملية التعليمية مثل ما كانت، وخاصة يمكن في بعض الأطفال انقطعوا عن التدريس أو الدراسة لفترة معينة، كيف عم بتكون متابعة ومواكبة عملية السير العملية التعليمية؟ لا شك فرح حضرتك تعرف أكيد سلمى بتعرف أنه كان الإرهاب دائما يعني أول ما يستهدف المؤسسات التعليمية لضرب الفكر عند أجيالنا، ضرب حالة الانتماء الوطني وبالتالي شل العملية التعليمية. وحقيقة أنا بدي أرجع كمان يعني حتى قبل يعني آذار 2018 يعني خلال فترة وجود مجموعات مسلحة، وهون أنا بدي حيي زملائنا وكوادرنا اللي صمدوا حقيقة حتى بظل وجود مجموعات مسلحة وتحدوا الإرهاب وتحدوا آلة البطش لدى المسلحين، وحافظوا دائما على استمرار تقديم الخدمة التعليمية في مدارسنا. طبعا هذا الأمر بدل على أول شيء ثقة كوادرنا بدولتهم وبمؤسساتهم،
وايضا ثقه اهلنا الشرفاء اللي كانوا يرسلوا ابنائهم الى مدارسنا، يعني ثقتهم بمؤسسات الدوله. فهذا امر يعني بقينا مستمرين فيه حتى في ظل وجود مجموعات مسلحه حتى لحظه التحرير، ثم انطلقنا مجددا. وهذا اللي كان بدي اسالك عليه. هذا الامر سلمى خلف يعني عدد كبير جدا من ابنائنا الذين انقطعوا عن العملية التعليمية وبالتالي لم يخضعوا لأي برنامج تعليمي. تمام. هنا بدأنا ننفذ أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي من جهة، بدأنا بتطبيق مناهج ألفي أباء التعويضية لتعويض الفاقد التعليمي. حاليا نستطيع أن نتحدث عن حوالي 29 ألف تلميذ في ريف دمشق يستفيدون من مناهج ألفي أباء أو المناهج التعويضية. نعم، هذا اللي كان بدي أسألك عليه أستاذ ماهر. يعني خلال فترة طبعا وجود المجموعات الإرهابية كان يمنع وتراقب المدارس حتى لا يعطوا المنهاج النظامي، وما هيك سمعنا كتير قصص من معلمين استبسلوا من أجل أنه يحافظوا على تعليم الأطفال كأنه هو بالأماكن الآمنة بالخارج. كيف كانت هاي المعادلة وقديه لمستوا في فرق؟ طبعاً لا شك يعني هذه المواجهة وهذا الإصرار يعني حتى دفعنا ثمنه يعني بشهداء من القطاع التعليمي، إن كان مدرسين، يعني لدينا حوالي 75 مدرس تشهدوا، وأيضا بحدود 120 طفلا يعني بعمر الزهور وبعمر الورود قضوا على يد الإرهاب في تلك الأثناء. ولكن هذا الأمر يعني حقيقة يعني لم يزد كوادرنا إلا تصميم وإرادة واستمرار في تقديم الخدمة التعليمية. واليوم يعني بعودة هذه المدارس في الغوطة الشرقية أنا أعتقد يعني هو رسالة تعبر عن إرادة الحياة التي يتمتع بها الشعب العربي السوري، عن إرادة الدولة السورية بتحصين مؤسساتها وبتحصين أجيالنا وأطفالنا وتأمين المستقبل التعليمي لهم. اليوم مثل ما عم نشوف بهي المدرسة تحديدا، يمكن درجة الترتيب والنظافة والعناية وحتى إعداد المدرسة يمكن بيرجع فينا شوي بالذاكرة للطفولة، مثل ما بنقول الآمنة يلي عشناها اليوم. لأي درجة مهم إن كان إعادة تأهيل باقي المدارس لحتى تخفف العبء شوي شوي عن بعضها بكافة مناطق الغوطة الشرقية؟ أكيد يقع على عاتق كل الشركاء، يعني إن كان زملائنا المدرسين، إن كان أولياء الأمور، إن كان المؤسسات الخدمية أو على مستوى الأفراد، يعني نحاول نساعد أطفالنا لنأمن لهم مستقبل تعليمي، أنه يوصلوا لمراحل علمية متقدمة. يعني مثل ما ملاحظين يعني حتى المشهد والمظهر العام في كل مدرسة، يعني اتجهنا باتجاه الألوان الفرحة، الشخصيات المبهجة والمرحة التي المحببة لدى الأطفال، حتى الألوان في المدارس يعني اتجهنا باتجاه الألوان المريحة للعين التي تحاول يعني تعديل الحالة النفسية لدى الأطفال، وخصوصا هؤلاء الأطفال الذين عاشوا يعني في ظل الإرهاب وشاهدوا ما شاهدوه من أشكال العنف يعني الأشكال الشرسة التي مارسها الإرهاب في ذلك الحين. وبالتالي كان لابد من تحسين البيئة المدرسية يعني كبنية فيزيائية. هذا أمر. الأمر الآخر هو رسالة أيضا لكل السوريين حقيقة، إن كان في مدارسنا أو خارج المدارس، أنه قديش الدولة عم يعني تتحمل نفقات وأعباء لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب. فهي رسالة لنعزز قيمة وثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة، ترسيخ قيمة الانتماء الوطني، وهذا الشيء اللي عم نشتغل فيه بمدارسنا لحتى نربط هذا الجيل بوطنه، نعزز حالة الوعي والانتماء عنده، وبالتالي يصبح سلوك لديه الحفاظ على وطنه وعلى بلده وممتلكاته. أكيد. أستاذ ماهر، ببداية حديثك ذكرت رقم 300 مدرسة بالغوطة الشرقية، خلينا نحكي اليوم بالأرقام. من عام 2018 حتى اليوم كم مدرسة تم إعادة تأهيلها، وكم مدرسة منهم صارت أيضا بالشكل النموذجي؟ في لحظة التحرير يعني كنا أمام رقم كبير جدا من الأضرار، من يعني الخراب طبعا. في ذلك الحين يعني كانت قيمة الأضرار التي تعرضت لها المرافق التربوية في ريف دمشق بحدود 32 مليار و500 مليون ليرة سورية. كنا أمام حوالي 400 مدرسة خارج الخدمة مدمرة.
كما ذكرت يعني كان لدينا عدة خطوات، إن كان باتجاه خطة إسعافية أو خطة إعادة الأعمار أو الخطة الاستثمارية أو الخطة المرتبطة بالعمل مع المنظمة الدولية. فاستطعنا يعني إلى الآن أن ننجز حوالي 300 مدرسة أصبحت جاهزة، بقي لدينا 100 مدرسة يعني هي طبيعة الحال تعرضت لضرر كلي وأضرار إنشائية، وربما في بعض المناطق نحتاج لإزالة البناء بشكل كامل ومن ثم إشادة بناء جديد. نعم أكيد. هلأ سلمى رح نروح كمان لحتى نتحدث عن الجهود أخرى في إعادة تأهيل المدارس، شملت كافة المحافظات التي تعرضت للإرهاب، ومنا أيضا حمص لحتى نتعرف على الجهود بهذا المجال، ونرجع أكيد لحتى نكمل الحديث. ذهبت مع أمي إلى طبيب. استعاد القطاع التربوي في محافظة حمص عافيته بعد تعرض عدد كبير من المدارس للتخريب على يد المجموعات الإرهابية، حيث عملت مديرية التربية على إعادة تأهيل قسم كبير منها في المناطق المحررة، علما أن العملية التربوية لم تتوقف من خلال استيعاب الطلاب في مناطق أخرى. تسير العملية التعليمية في محافظة حمص بشكلها الطبيعي بالرغم من الظروف التي مرت على المحافظة من تدمير لبعض المدارس التي كان عددها والتي خرجت عن الخدمة حوالي 128 مدرسة، وبعد ذلك تم تأهيل 236 مدرسة بعد في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري. طبعا طول الفترة لم توقف العملية التربوية، وتم رفض كافة المدارس بالكادر التعليمي التربوي المؤهل من أجل رفع سوية التعليم ورفع سوية طلابنا الذين سوف يبنون الوطن. نحن في مدرسة تير معلي الجديدة، إحدى المدارس في الريف الشمالي التي تم ترميمها وإعادة العمل لها والطلاب فيها وعودة العمل التعليمي إليها بكل هدوء وباستمرار. وحاليا الطلاب في بدأنا فيها العام ب 2020، ولا يزال العملية التربوية تسير بكل دقة وكل هدوء وكل نظام. نحن من أوائل مدارس رجعنا على حمص القديمة، كنا في مدرسة وصف أورفري بالبداية، بعدين انتقلنا على هاي المدرسة بال 2016-2017 بعد ما تم ترميم المدرسة، وحاليا الأعداد الطلاب تقريبا مكتملة والأعداد حتى عم تزايد بشكل مستمر، والعملية التربوية قائمة بأكمل وجه. مدرسة يوسف شلبي الشام في حي باب عمر، هذه المدرسة تعرضت للتخريب والتدمير من قبل العصابات الإرهابية، وبفضل تضحيات الجيش العربي السوري عادت الحياة إلى هذا الحي وعادت العملية التربوية إلى سابق عهدها، والعملية التربوية مستمرة إلى هذه اللحظة من أجل إعطاء كل ما وسعنا لطلابنا لبناء هذا الجيل المتسلح بالعلم والمعرفة. العملية التعليمية استمرت بالرغم من كل الظروف، وانتصرت إرادة الحياة بالعلم والمعرفة، واليوم يواصل الطلاب تحصيلهم العلمي ليشكلوا لبنة أساسية في بناء سوريا المستقبل. الإخبارية السورية، أسامة ديوب، حمص. يعني مثل ما شفنا طبعا إعادة التأهيل، وبختام حديثنا لليوم أيضا أستاذ ماهر، أنتم شركاء بتأسيس جيل متميز، بتبحثوا عن المواهب، بتساهموا أيضا بإدخال الطلاب طبعا بكل النشاطات العلمية اللي تسعى لإعداد جيل متميز، خلينا نحكي عن هاي الجزئية. مثل ما شفنا بالتقرير يعني أعمال الترميم والصيانة مستمرة في كل مكان على مساحة هذا الوطن، وزارة التربية يعني جادة بالعمل على إعادة تأهيل المدارس وعودتها إلى الخدمة مجددا، لكن يعني صدقوني هو الأمر إن يعني إعادة بناء الفكر لا تقل أهمية عن إعادة بناء الحجر والبناء، وبالتالي كثير مهم إنه اليوم نحن نركز على الحالة التعليمية عند أبنائنا الطلاب، تقديم الخدمة التعليمية بأشكالها يعني الجيدة التي تساهم بتحسين المنتج التربوي. يعني اليوم بالإضافة لمناهج الفئة باء، في عنا مناهج مؤخرا أطلقتها وزارة التربية هي دورات التقوية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، والحقيقة يعني هيك مبادرات بتساهم أيضا بتقديم الدعم والعون
إن كان للطالب أو لأولياء أمر الطالب، خصوصا في ظل الضائقة الاقتصادية والوضع الاقتصادي اللي عم نعيشه اليوم، فما عم يقدر الطالب يروح على إن كان درس خصوصي أو إن كان على معهد تعليمي. وهون برز دور وزارة التربية أنه نقدر نستقطب هؤلاء الطلاب بدورات تقوية بعد ما تم تدريب المدرسين وتأهيلهم على المناهج المطورة واستراتيجيات التدريس واستراتيجيات التعلم. نعم، يعني أستاذ نحن كثير سعيدين أنك كنت ضيفنا على اليوم، حاولنا بشكل كثير كبير يمكن أنه نضوي على جهود وزارة التربية ومديرية التربية أيضا بإعادة تأهيل المدارس والعناية بالعملية التعليمية، يمكن ما بدنا نقول لحتى ترجع مثل قبل، لحتى تكون أحسن وأفضل. نتشكرك كل الشكر وبنرجع نقول كل عام وكل معلمين بألف خير. نحن يعني ملتزمين بمقولة السيد الرئيس بشار الأسد الله يطول بعمره عندما قال: بمقدار ما نزرع بذورا صالحة نجني ثمارا ناضجة. نتمنى أن تكون يعني أطفالنا هم البذور والثمار التي نسعى إلى جنيها في المستقبل بجهود كوادرنا ومربينا ومعلمينا. لهم كل عام وأنتم بخير، كل عام وانتم بخير لحضراتكم والساده المشاهدين. كل عام وانت بألف خير، وشكرا كثير لوجودك معنا اليوم. نتمنى لكم كل التوفيق، مجهود كثير صعب وكثير طبعا كبير انجزتوه خلال العامين، ولكن نتائجه باذن الله رح نحصدها بالاجيال القادمه. شكرا لك. شكرا. اما هلا سلمى فاكيد رح نبقى بمحطات، اكيد نستذكر محطه من محطات الارهاب يلي حاول استهداف الثقافه، العلم والتعليم ايضا بكل الطرق، منها الطائره التي حملت اوراق امتحانيه لاهلنا في نبول والزهراء واوقعها الارهابيون. تفاصيل اكيد بنتذكرها مع مراسلنا احمد صادق. الله اكبر، الله اكبر، أكبر إسقاط مروحية فوق مدينة نبول. يمثل هذا المشهد ذكرى من ذكريات الحرب الإرهابية السوداء التي استهدفت كل شيء في سوريا، ولم يكن قطاع التعليم بمنأى عنها. عندما قامت العصابات الإرهابية المسلحة باستهداف طائرة مروحية فوق مدينة نبول والزهراء بالريف الشمالي لحلب أثناء حصارهما سابقاً، وكانت المروحية تنقل كوادر من وزارة التربية وأوراق شهادة التعليم لمدينة نبل والزهراء. مشهد آخر لقوافل الشهداء، 7 موظفين وطاقم المروحية تم تشييعهم في موكب شارك فيه أهالي نبل والزهراء، مشهد لا ينسى. ألم الفراق كان كبيراً على الأهل، ولكن الرسالة كانت أسمى وهي باقية معهم، يستحضرونها دائما، وفي عيد المعلم نستذكر معهم. هو ضحى بحياته مشان العلم، مشان أبنائه، مشان العالم كلياته، لأنه العلم هو أول شيء وآخر شيء، هو أهم شيء بالحياة. كان كتير كتير مسابر، إنسان مسابر بحب عمله كتير كتير، من نوع يعني الإنسان جدي بالحياة، كان يحب العلم كتير، كان يعني حلمه بالحياة يشوف كل شيء حواليه أنه متعلم وبحب هالعلم هذا، وبحب أولاده كمان، كانوا كلياتهم يطلعوا من الأوائل يعني من ناجحين بحياتهم الحمد لله رب العالمين. نحن بتاريخ 2013-30-6 تلقينا نبأ استشهاد والدي من أحد أصدقائه بعمله. كان النبأ كالصاعقة صراحة يعني، بس الحمد لله نحن بنفتخر فيه وبنرفع رأسنا بالتضحية اللي قدمها. هو قدم تضحية بتعبر عن مقدار هو ارتباطه بوطنه، ارتباطه ومحبته للعلم. طبعا نحن بعد فترة تواصلنا مع أهل نبول الشرفاء يعني، وهن اعتبروه من أبنائهم وأخوتهم، واهتموا بدفنه بتشييعه بجنازته، وتواصلوا معنا أثناء الدفن والتشييع. كان دفن والتشييع لائق يعني بشهيد ضحى بنفسه. أنا بفتخر بشهادة والدي وبعتبره وسام حملنا إياه، والحمد لله على شهادته رفع لنا رأسنا، ورح نكمل إن شاء الله على مسيرة البابا. تلقينا خبر كتير سيء بسنة 2013، وكانت مثل الفاجعة لنا، وكان خبر وفاته كتير صعب، خاصة لي كانت علاقتي مع بابا كتير قوية، كنا مثل الأصدقاء وكان حنون كتير علي. قبل بنهار حكى معي وقال لي: كيف دراستك؟ وقال لي: الله يرضى عليكي.
وبتمنى تكفي علمك منيح. استلمت الخبر ببدايته كتير كان صدمة، بعدها حرفيا من جوا حسيت حالي انه خلص والدي عريس شهيد، يعني اسود ما لبست، خلص انا هو طلبه وهو ناله، فما عاد في شيء انه يخليني افتخر اكثر من هيك، عرفت يعني انه خلص الحمد لله رب العالمين. كان اشبه بحرفيا يعني انه زفه لإله. لن ننسى من قدم لاجل علم ابنائنا، فسلام لكم وسلام على ارواحكم الطاهره. رغم المصاعب والتحديات اللي فرضها الإرهاب خلال سنوات الحرب على سوريا، إلى أنه إرادة الحياة بإكمال العملية التعليمية بشكل طبيعي واستمرار الطلاب على المقعد الدراسي كان الهدف في الجهود المستمرة للدولة، واللي رح نتعرف أكيد عليها اليوم، ورح نعرف التحديات اللي واجهت الكادر التعليمي خلال سنوات الحرب على بلدنا مع مديرة مدرسة فاروق رجب الحلقة الأولى للبنات ببلدة حمورية الأستاذة رسمية حمندوش. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباحك يا اهلا وسهلا فيك. انت سالمه؟ انت سالمه، انت بألف خير. يسعد صباحك مره ثانيه، ينعاد عليك وعلى كل الكادر التعليمي خاصه في مدرسه فاروق رجب يلي استضافونا اليوم. مثل ما كنا عم نحكي انه سنوات طويله من الارهاب والسد استهدفت المدارس والعمليه التربويه، جهودكم جهود المعلمين كيف كانت لمواجهه الارهاب بكل اشكاله وخاصه في استمرار العمليه التعليميه كيف كانت؟ الحقيقة المعلم هو يحمل رسالة التعليم، رسالة سامية إن كان في زمن الحرب أو زمن السلم، فعليه أن يستمر في إيصال هذه الرسالة. فزمن الحرب المعلم كان على كاهله صعوبات كثيرة وتحديات جمة، استطاع أنه يزلل هذه الصعوبات من خلال الدعم النفسي للطالب، ترغيبه انه يتابع العمليه التعليميه، يتوجه للمدارس، فكان للمعلم دور كبير في رفض العمليه التعليميه بحيث اكد على الطالب انه يزرع ثقه وامان وسلامه بوصوله للمدرسه، فكان معظم المعلمين يرافقوا الطلاب في الذهاب والاياب للمدرسه حتى الطالب يشعر بالامان ويشعر بالاستقرار ويتابع عمله التعليمي والتربوي. أكيد أستاذة رسمية، يعني نحن موجودين بمدرسة عانت مثل كثير من المدارس اللي عانت ضمن الغوطة الشرقية وبلدة حمورية بالتحديد، صعوبات وتحديات واجهتوها لحتى وصلنا بالنهاية لهذا، خليني أقول الشكل النموذجي، خلينا نحكي عن هاي الصعوبات لو سمحت. بعد تحرير الغوطة مباشرة احنا حاولنا انه نرجع لمدرستنا لانه كان في محبة كبيرة للمدرسة من قبل المديرة، من قبل الكادر التدريسي، من قبل اولياء الامور، فآثرنا انه ما نترك المدرسة. مباشرة بعد التحرير رجعنا للمدرسة، فكنا اسرة واحدة نحن واولياء الامور والطلبة في تنظيف هذه المدرسة، قمنا بأيدينا بتنظيف المدرسة وجلبنا كافة الطلاب من كافة الأماكن اللي كانوا مهجرين فيها وعدنا للمدرسة وتابعنا على مقاعد الدراسة. فخلال 3 أشهر قامت وزارة التربية مشكورة بإعادة تأهيل للمدرسة، وكان فرح عارم من الأهالي بمحبته الكبيرة للمدرسة. نعم. إنه شافوا المدرسة بهالشكل الأمثل، كان في تفاؤل، كان في إقبال على العلم، الطالب عم يفوت متفائل وقاعد بجو مريح جدا، فعم يعطي أكثر. أكيد أستاذة رسمية، أكيد نحن هلأ متواجدين لحتى نواكب استمرار العملية التعليمية، وزميلتنا سالي شار طبعا تواجدت بأحد الصفوف لحتى ترصد لنا كيف كان الأجواء وكيف كان تفاعل الطلاب. خلينا نشوف مع سالي. ويسعد صباحك سالي. صباح الخير لك سلمى، وصباح الخير لك فرح بهيدي الحلقة المميزة من منطقة الغوطة الشرقية من بلدة حموريا وتحديدا من مدرسة فاروق رجب الحلقة الأولى للبنات. رح نشوف اليوم الصفوف بعد عودة الحياة لهيدي المنطقة بفضل سواعد الجيش العربي السوري، وخاصة المسيرة التعليمية يلي ما لازم تتوقف رغم جميع الظروف، ونحيط أيضا بأخذ الإجراءات الاحترازية لكورونا. رح ندخل على الصف ونشوف الطلاب. صباح الخير. يعني اليوم نحن متواجدين معكم بحلقة خاصة، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير.
يعني قام للمعلم هو فيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، يعني مسيرات العلم رغم كل شيء نحن مستمرين فيها. حكي لنا شوي كيف عدد الطلاب، كيف نسبة الدوام؟ هلا بالنسبة لعدد الطلاب عنا العدد هو 15 بنت ضمن الصف، طبعا التباعد المكاني ضمن الطلاب. الدوام نسبة الدوام ممتازة، يعني الطالبات كلهم مداومين، كلياتهم ضمن حيوية ضمن نشاط، مثابرين مقبلين إلى للعلم. تمام، خبرينا شوي، مثل ما بنعرف هالمنطقة وتحديدا بلدة حموري تعرضت لأبشع أنواع الإرهاب التخريب، وخاصة استهدفت المدارس الأطفال يلي لهدم الحركة التعليمية. اليوم بفضل سواعد الجيش العربي السوري قدرنا نحن نعيد الحياة ونعيد ألق الحياة، وعم نشوف الأطفال اليوم على مقاعد الدراسة. شو بدنا نقول اليوم بهيدا المناسبة؟ هلا لكل الشكر للجيش العربي السوري طبعا اللي هو بجهوده الباسله، وطبعا هالاطفال هي كلياتها كمان بتقدم شكر لهذا الجيش اللي هن رجعوا على مقاعد الدراسه طبعا، وهن ضلوا مثابرين ومتابعين هي المسيره التعليميه، لانه هن يعني رغم الظروف اللي هن مروا فيها عندهم اراده وعندهم تصميم لمتابعه العلم وكسب العلم. شكرا لك وكل عام وانت بخير. ايضا رح نشوف سلمى فرح، رح نلتقي الطلاب الطالبات الشاطرين اليوم. صباح الخير. صباح النور. نحن رح نسالها ورح نروح لعندكم وحده وحده. كيفك؟ الحمد لله. انت اول شيء عرفيني عن نفسك، شو اسمك؟ فرقة الطنعية قطر الندى دوارة، فرقة الشهيد محمود الزري، رحلة الشهيد فاروق رجب. أهلا وسهلا فيكي قطر الندى، أول شيء اسمك كتير حلو. خبرينا اليوم قدام مبسوطة أنت اليوم بعيد المعلم، وقدام مبسوطة أنك أنت رجعتي تتعلمي وتدرسي. حكي لي اليوم قديش أنت اليوم مبسوطة على مقعد الدراسة؟ كتير. شو بدك تقولي للي عم يعلموكي، للأساتذة، للمعلمين، للأنصات، شو بدك تقولي لهم اليوم بمناسبة؟ لكم إنكم علمتوني قراءة والكتابة. وشكرا لك يا قطر الندى. ايضا كمان رح نشوف الطالبه، عارفيني عن نفسك؟ الرفيقه الطلعيه دالين صفايا من فرقه شهيد محمود الزريع من وحده شهيد فاروق رجب. اهلا وسهلا فيك يا دالين، قديش اليوم مبسوطه انك عم رجعتي تدرسي وتتعلمي، وشو بدك تصيري بس تكبري؟ انا مبسوطه كثير لانه اليوم في عيد المعلم، وانا بس اكبر بدي اصير طبيبه. بدك تصيري طبيبه؟ بدك تضلي هون تعالجي العالم اللي هون؟ ايه. شو بدك تقولي للجيش السوري يلي حمانا ويلي رجعنا على المقاعد؟ حسيتي بأمان؟ ايه والله حسيت بأمان، الله يخلينا اياه. شكرا لك يا دالين. وايضا مثل ما شاهدنا اليوم نسبة الطلاب كما قالت المدرسة انه هي نسبة جيدة جدا او من نقول ممتازة اليوم لهيدا المنطقة. رح نرجع لسلمى وفرح بحلقة خاصة. نعم اكيد، الا شكرا لسالي، وبنرجع لك اكيد لحتى نتابع معك جولتك الصباحيه اللي رافقتينا فيها، وبنرجع للاستاذه رسميه وبنحكي اكثر اليوم يمكن عن كيف كان يمكن تفاعل الاهالي مع الطلاب. اكيد مثل ما بنقول احنا ايد واحده ما بتصفق، فبيكون هو المجهود متبادل بين الاهل والكادر التدريسي والطلاب بذات الوقت. خبرينا كيف كان هذا التعاون. الاهل هون يعتقد الأهل بيعتبروا المدرسة بيتهم الثاني، ففي صلة وصل وثيقة بيننا وبينه، وتولدت هالصلة من خلال ثقته الكبيرة فينا، من خلال تعاملنا مع الطالب، مشاركته بصنع القرار بالمدرسة، إعطائه مسؤوليات كثيرة، اهتمامه بالدروس الداعمة والأنشطة، ولدت ثقة كبيرة عند الأهل بحيث تواصلهم دائم مع المدرسة، وإلهم زيارات مخصصة أسبوعياً لمتابعة عملنا التربوي. ومن خلال اجتماع الأولياء الأمور بلاحظ أنه تقريباً معظم أهالي الطلاب بيشاركونا وبكون بشكل احتفالية، فكل إنسان يدلي بدلو باجتماع أولياء الأمور وبيقدم ما يستطيع تقديمه لهذه المدرسة لتظهر بالصورة الأمثل. أكيد أستاذة رسمية، يعني كمان حضرتك مربية أجيال، بنعرف أنه من التسعينات تقريبا كنت بهي المدرسة، مراحل عديدة عصرتي، أجيال كتير طبعا تخرجوا للحياة العملية وحضرتك كنت المدرسة إلهم. نحكي شوي عن هي التجربة، قدي حسيتي كمان بفرق، قدي فرقت المسؤولية، الروح
الروح اللي كانت موجودة لدى المعلم واستمرت، ويمكن صار في مسؤولية أكبر عليكم بعد هاي الحرب اللي مرينا فيها. صح، أنا كلفت بإدارة المدرسة من عام 92، كنت سعيدة جدا، كنت أول مديرة بحمورية، فلقيت التفاف كبير من الأهالي حولي والكل حابب أنه يساعدنا لننهض بها المدرسة وتكون منارة وتكون قدوة للأجيال القادمة. وأنا طلابي والحمد لله صاروا بمجالات عدة، فمنهم أطباء منهم مهندسين، ومعلماتي بالمدرسة هون كافة معلماتي من طالباتي، فلذلك بتحس في جو احترام، في جو محبة، بعتز فيهم جدا، موجودين بتعاملهم معي بكل احترام، قلبهم على الطلاب، بتحس كل معلمة هون أم لكل طالبة، في تواصل دائما مع الأهالي، فيسود جو المحبة. كل ما زدنا سنة بالعام زادت المسؤوليات أكثر، حسينا المسؤولية على عاتقنا أكبر، من واجبنا نقدم أكثر، من واجبنا نطلع أجيال متعلمة، واجبنا طلع أجيال بتحب وطنها، الرب الطلاب على تربية قومية، تربية وطنية، محبة للوطن، محبة للقائد، محبة للمدرسة، للتعليم، والحمد لله لاحظنا هالأجيال عم تفرحنا، يعني تعبنا ما عم نضيع. هي احلى كلمة، انه التعب ما بيروح، لما بنلاقي نحن نتيجة للتعب اللي يمكن كان مضاعف بالفترة الأخيرة وكانت المسؤولية كثير كبيرة. اليوم بمرحلة إعادة الإعمار، إن كان للمدارس وإن كان للأرياف اللي تضررت وتعرضت للإرهاب، نموذج هي المدرسة لازم يكون يمكن يعمم على باقي المدارس لحتى يكون نموذج يحتذى فيه، طالما انه النتائج هي نتائج كثير حلوة. نصيحتك ورسالتك يمكن لكل المعلمين بفترة هي الفترة تحديدا، فترة إعادة الإعمار، كيف لازم تكون مسؤوليتهم؟ شو هي الخطوط العريضة يلي لازم فعلا يوقفوا عندها ويركزوا عليها؟ الخطوط العريضة أهم شيء بالتعليم، بناء الإنسان. لما أنا ببني الإنسان خلاص بنيت حضارة كاملة، فيقع على عاتق المعلم مسؤوليات كبيرة، فكل جهده وكل تركيزه بده يكون بهالطالب. نعم. هذا الطالب اللي هو أملنا، هو مستقبل الأمة، هو مستقبل الوطن، على عاقه بده ينبنى الوطن. لذلك المعلم هذه كمان الناحية النفسية اليوم كثير نعتني فيها. صح، بده يهتم بالناحية النفسية، بالدعم النفسي، برفع معنويات الطالب، اتباع الأساليب التشجيعية، الابتعاد عن العنف والتعنيف، فيكفي طالبنا ما شاهده من عنف، فنحن بدنا نكون يدا يد مع الطالب لحتى يقدر يكون يعتمد على نفسه بالمستقبل ويبني الوطن بناء سلم. أكيد. يعني بختام حديثنا مع حضرتك اليوم نشكرك كثير، طبعا نشكركم ايضا على استضافتنا بالمدرسه، ونقول لك كل عام وانت بخير بخير، ونضل هيك دائما عم نشوف اجيال ورا اجيال مليانه محبه وخير وعطاء لبلدها. شكرا كثير لك. يا اهلا وسهلا. شكرا استاذه رسميه، شكرا كثير لك، ونتمنى اكيد تكون الاجيال القادمه مليئه بالحب والامان والطفوله الحقيقيه يمكن اللي نحن عشناهم، نتمنى هي الاجيال كمان انها تعيشها. ان شاء الله. كل التوفيق لك. أما هلأ أكيد بما أنه كنا عم نحكي عن حرب كانت بنيرانا المشتعلة، الإرهاب اللي حاول يدمر كل شيء بسوريا، إلى حرب أخرى تمر فيها الآن سوريا، حرب بلقمة العيش بسبب الحصار والظروف الاقتصادية، كل هاي الحروب كان للمدرسة مكان مهم جدا بالتعليم، بزرع الأمل، بيمكن طبعا إنشاء جيل يتعلم كيف يواجه هاي الصعوبات. رح نروح لنشوف هذا الجيل بحلب مع مراسلنا أنس رمضان. نحن في مدينة الصمود والتصدي، مدينة شهداء نبل، رغم كل الظروف والاقتصادية ورغم كل الضغوطات التي والتحديات التي تمارس علينا، نحن نمارس عملنا في التربية ومجال تنشئة هذا الجيل الرائع، هذا الجيل الذي نفخر به ونعده إعدادا تربويا وأخلاقيا وبدنيا من أجل أن يكمل المشوار. نحن بنات الأجيال كنا وما زلنا لنا الدور الأساسي والدور التربوي الهام
على تنشئة أطفالنا تنشئة سليمة لمواجهة هذه التحديات التي مرت على سوريا. نحن في الجهاز التربوي والكادر التعليمي في محافظة حلب مستمرين في العطاء، وسنستمر في عملنا التربوي داخل مدارسنا وأمام طلابنا بكل جد ونشاط، بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطر العربي السوري، وبالرغم من الحصار الجائر الذي تمارسه الصهيونية الأمريكية علينا، ولكن سنتحدى كل ذلك وسنثبت للعالم بأننا أكفاء. نحن ككادر تربوي في هذه الظروف العصيبة كنا وسنبقى صامدين رغم كل ظروف التحدي التي تواجه سوريا الحبيبة. بالرغم من الظروف القاسية التي تمر بها سوريا وهذا الحصار الجائر على بلدنا الحبيب، ما زال الكادر التربوي والكادر التعليمي نبع العطاء، الشمعة التي تشتعل وتحترق لتنير ما حولها في سبيل رفعة وتقدم أجيالنا القادمة لبناء سوريا القادمة، سوريا الفكر، سوريا الحضارة، سوريا الإنسانية والسلام. طبعا احنا مستمرين مع زميلتنا سالي اللي طبعا عم تنقلنا واقع ومواقع سير العملية التعليمية داخل الصفوف في المرحلة في الحلقة الأولى. بدنا نرجع لسالي ونقلها صباح الخير سالي. يعني رجعت لك سلمى وفرح، رجعنا لكم أيضا من مدرسة فاروق رجب الحلقة الأولى للبنات، ورح نشوف الصف الثاني وشعبة ثانية يمكن عن يوم ياخدوا درس، ولكن رح نقطع عليهم شوي لنشوف الأجواء. صباح الخير، أول شيء كل عام وأنت بألف خير. المعلمون بنات حقيقيون، يوم بعيد المعلم عم نشوف عودة خلينا نقول الحياة للكادر التعليمي، عودة المدارس. احكي لنا شوي عن أيضا الإجراءات الاحترازية اللي عم تاخدوها في ظل كورونا. طبعا أهم شيء التعقيم بشكل يومي وبشكل دائم، الكمامة شوفت عينك ما بتنقام أبدا أبدا من بين إيدينا، التباعد المكاني، النظافة الشخصية، نظافة المكان، استخدام الوسائل المعقمة، أدوات التنظيف، يعني هاي هي الأمور اللي عم نستعملها. خلينا نحكي نحن أكثر، مثل ما بنعرف تعرضت بلدة حموريا للإرهاب، للتخريب، وخاصة استهداف المدارس والبنى التحتية لكل شيء بخص العلم والمعرفة. خلينا نحكي اليوم بعد عودة الطلاب كيف كان يعني الاستعداد، أو هل هيئتم نفسكم والطلاب لهذا الموضوع؟ إيه بالحقيقة نحن تهيئنا بشكل كتير 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 جيد. الطلاب كونهم كانوا بوضع خاص مثل ما فينا نحكي الحمد لله، يعني كان عندهم قابلية كتير حلوة للعلم وللتعليم، كان عندهم شوق مثل ما بيقولوا للمدارس، والحمد لله يعني عملنا الإجراءات اللازمة والأمور بخير. إن شاء الله يا رب دائما تكون الأمور بخير. وأيضا رح نشوف عدد من الطلاب، رح ناخد طالبة. أول شيء بدك تعرفيني شو اسمك؟ رهف حمزة. شو اسمك؟ رهف حمزة. كيفك رهف؟ الحمد لله. مبسوطة اليوم أنك أنت عم تتعلمي؟ شو بدك تقولي لها لأنستك اليوم بمناسبة عيد المعلم؟ كل عام وانت بخير، وكل عام وجميع الأساتذة بخير. أيضا شو بدك تقولي اليوم للمعلمة؟ عرفيني عن نفسك. رزان صفايا. رزان شو بدك تقولي اليوم للمعلمة اليوم اللي عم تتعب كرمالكم؟ اليوم عيد المعلم، شو بدنا نقلها؟ كل عام انت بخير. كل عام وانتم بخير. أيضا شكرا كتير لكم، شكرا للجهود المبذولة، وأيضا الشكر الأكبر لجيشنا البطل يلي بفضله اليوم الطلاب على مقاعد الدراسة عم يتابعوا مسيرتهم التعليمية. بالعلم تبنى الأوطان. أكيد رح نرجع لإلك سلمى وفرح بهيدي الحلقة الخاصة من الغوطة الشرقية من بلدة حموريا من مدرسة فاروق رجب الحلقة الأولى للبنات.
اكيد لك شكرا لك زميلتنا سالي المتواجده باحد الصفوف، اكيد رح نكون متواجدين معك ايضا بالباقي فقرات حلقتنا لليوم، اما هلا فرح نتوجه لاحد الطالبات المميزات جدا باشراف ايضا انستا، رح نكون بوقفه خاصه معها، فالتفوق والتميز والرياده العلميه رغم الصعوبات، بقيت بوصله العمل في المؤسسات التعليميه رغم التحديات التي شهدتها العديد من المناطق التي واجهت الإرهاب، إلا أن جهود كوادر التعليمية بقيت مستمرة لبناء جيل متميز متفوق ورياضي أيضا في مجالات كثيرة. اليوم رح نتعرف على نموذج رياضي مميز جدا مثل ما قلنا مع الأنسة نهلة رجب والطالبة المتميزة في مجال الفصاحة أيضا مودة الزريع من الرواد في مجال الفصاحة والخطابة. يسعد صباحك أنسة، أهلا وسهلا فيك، نعاد عليك بكل خير. أنت بخير يا رب. مودة صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيك أستاذة نهلة، أهلا وسهلا فيك مودة، صباح الخير. صباح النور. كل سنة وأنت سالمة بداية. أنت سالمة يا رب. يعطيكم العافية. خلينا نبلش مع حضرتك أستاذة نهلة، يعني طبعا نحن اليوم التعليمي اختلف كتير عن سابقا بسبب كتير ظروف عاشوا أطفالنا، خلينا نحكي اليوم عن اليوم التعليمي وكيف عم تتعاملوا مع الأطفال. أكيد نحن يوميا عم نكون متواجدين صباحا بكل نشاط يعني وعطاء أمام التلميذات وحتى نلبي الشغف الموجود عندهم بالعلم. أكيد هلأ عنا مودة اللي هي يمكن نموذج متميز، واليوم أدي حلو التميز بهي الظروف الصعبة. اليوم كنا قبل شو عم نحكي عن إعادة التأهيل المدارس وعودة العملية التعليمية، هلأ عم نحكي عن تميز، ما بقى نحن عم نحكي بس عن مجرد عودة العملية التعليمية. نبلش مع مودة، يلي كيف أول شيء اكتشفتوا هي الموهبة وقدرتوا تدعموها؟ هلا التميز بيظهر بعدة جوانب بشخصية الطالب، مثلا مثل قوة الشخصية، الفهم والتحليل السريع للمعلومة، الإبداع والفصاحة خاصة تظهر بالضبط السريع للكلمات. هذا كله عند مودة. أكيد موجودين، حتى إخراج مثلا الحروف بمخارجها الصحيح. فهي تميزت وكانت رائدة على مستوى الوحدة بمجال الفصاحة والخطابة. أكيد مودة، يعني أنت الرائدة مثل ما قالت الأستاذة على مستوى الوحدة اللي نحن موجودين فيها بالفصاحة والخطابة. خلينا نسمع منك شيء، شو بدك تسمعين؟ الوطن. يلا. حلق بجوك واخفق أيها العلم فالأفق طلق ووجه الدهر يبتسم، قل للطواغيت داهيها وأحمقها ما عاش من راح بعد اليوم يظلم، مجد العروبة ما أغفت نواظره عن الحياة ولم يلمن به الهرم، للضيم في كل نفس حلها ألم واليوم زحزح عن أرباعنا الألم. شكرا مودة، عادي خلينا نحكي معك وتخبرينا مين دعمك مين شجعك لحتى فتي بمجال الفصاحة والخطابة، وأهلك شو رأيهم باللي عم بتقدمي؟ شجعتني مديرتي الأنسة الرسمية حمندوش وأنستي نهلة رجب وأهلك كمان دعموني وشجعوني ويعني قالوا لي شو ما بدي. برافو عليكي، واكيد يعني مودة هي بنت من كثير من البنات الموجودين بالمدرسه اللي عم تشتغلوا عليهم بمجالات متعدده، الرسم، الفصاحه وغيرها. خلينا نحكي عن المجالات والمواهب اللي موجوده عند الاطفال بالمدرسه. عندنا كثير مواهب مثل ما حكيتي، الرسم، الحفر والطباعه، الزخرفه والفصاحه والخطابه، عندنا عده كمان تلميذات متميزين. دائما نحن عم نشجعهم ونكلفهم بمهمات داخل المدرسه حتى يتشجعوا اكثر، القاء خطب واشعار في الاحتفالات المدرسيه، وعم يتم ترشيح اسمائهم للمدرسه التطبيقيه المناشط الثقافيه. تمام. مودة اليوم كيف بتحكي مع رفقاتك؟ كيف بتشجعيهم يلي عندهم مواهب معينه سواء مثلك بالفصاحه والخطابه او حتى عنده مواهب ثانيه مثل الرسم وغيره؟ انا بشجعهم بقول لهم من تجربتك يلي قد انت اليوم كنتي قويه شخصيه ووقفتي والقيتي علينا هي القصيده، شو بتقولي لهم لرفقاتك؟ بقول لهم يتشجعوا ويهتموا بموادهم ويصيروا يعني يتشجعوا، انا بشجعهم اكثر وبدربهم. بتحبي المدرسه مودة؟ كثير.
شو بتحسي انت جايه على المدرسه وجايه لحتى تدرسي وبنفس الوقت يمكن تنمي هي الموهبه الفصاحه والخطابه؟ هيك بحس بالحب والاعتزاز والافتخار. موده انت اي صف؟ خامس. صف الخامس. استاذة نالا خلينا نبلش نحكي، امتى بلشتوا معهم تقريبا؟ خصوصا في منهم كان موجود هون، طبعا كان ظروف قاسية عليهم للطلاب اللي بقيوا ضمن طبعا تواجد المجموعات الإرهابية، في منهم كانوا نازحين برا بمدارس برا وردوا رجعوا هلأ مع أهليهم على بيوتهم ومدارسهم، كيف شفتي؟ خلينا نحكي عن التجارب اللي لمستيها عن قرب مع طبعا البنات بالمدرسة، بين اللي كان برا وبين اللي كان موجود أصلا هون. نحن هون جميعا الكادر التعليمي كله عم يكون ايد واحدة وعم تناقش دائما بامور الطلاب. فمن السنه الماضيه الانسه الرابع الانسه منى رجب اكتشفت هي الموهبه الموجوده عند موده، وحاولنا كلياتنا جاهدين يعني لتميزها ووصولها لمرحله الرواد. يعني كلنا ايد واحده نتعامل معهم بحب، نحاول نطبق المناهج يعني تطبيق عملي وربطه بالحياة حتى يكونوا قادرين يعني يتخطوا وينسوا كل الصعوبات اللي هم يعني مروا فيها. اليوم قد ايه بتشوفي استاذه انه اليوم يمكن التعامل مع الطلاب والطالبات بيحتاج يمكن لمجهود اضافي، بيحتاج لرعايه الناحيه النفسيه للطلاب خاصه انه مرقوا بظروف كثير صعبه واهاليهم بنفس الوقت، فقد ايه بتشوفي اليوم مسؤوليه مضاعفه على الاستاذ؟ اكيد هي مسؤوليه كبيره، بس يعني نحن عم نقدر نتخطاها بدعم من اداره المدرسه، مديره المدرسه يعني هي نموذج مثالي رائع، بتتواجد دائما صباحا اول شخص بالمدرسه بيكون بتعطينا هذا الدعم لانه حتى نحن نحسن نكون واقفين امام التلميذات ونساعدهم على نسيان كل اللي مروا فيه. اكيد استاذه نهله، يعني المعلم هو ايضا بالنهايه صاحب تجربه، اكيد كمان هي التجربه القاسيه اللي مرت فيها الغوطه الشرقيه مرت على حضرتك، وين كنتي خلال تواجد المجموعات الارهابيه؟ كنتي بهالمدرسه ولا كنتي بمدرسه ثانيه؟ كمان تجربتك التعليميه قد ايه حسيتي بفرق؟ نحن انا بس السنوات الماضيه كنت بدرس بهي المدرسه، مدرسه الشهيد فاروق رجب، ما تركناها ابدا حتى يعني اغلب المدرسات الموجودين هن كانوا بالازمه وكلهم رجعوا حتى نكمل التعليم ونفس الطلاب اللي هن عاشوا فيه. نعم اكيد نشكرك كل الشكر استاذه نهله، واكيد نشكر موده الطفله الجميله صاحبه الشخصيه القويه، بدنا نشكر اهلك قد ايه هن كمان واثقين فيكي، واكيد نحن مستمرين لحتى نواكب اكيد العمليه التعليميه سواء بهي المدرسه او بباقي مناطق الغوطه الشرقيه. شكرا. شكرا. موده حابه تشكر المعلمات. تفضلي. أشعلت قلبك للأجيال عرفانا، فكان هديك للألباب عنوانا، ترعى الصغار كما يرعى البنين أب يذوب في نشوة التحنان تحنانا، لله درك من نبع يجود على كل النفوس ولا يجتاز ظمآنا، على عطائك هذا الجيل معتمد فهنأ فلولاك هذا الشعر ما كان. برافو مودة، شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا مودة. شكرا استاذة نهلة. شكرا لكم. أما هلا سلمى أكيد رح ننتقل إلى استديوهات الأخبارية السورية للإطلاع على آخر وأهم المستجدات على الساحة السياسية العربية والعالمية. صباح الخير فرح، صباح الخير سلمى، مشاهدينا موجز لأهم الأنباء بعد هذا الفاصل.
أرسلت قوات الاحتلال الأمريكي أسلحة ومواد لوجستية إلى حقل كونيكو النفطي شمال شرق دير الزور بهدف تعزيز قاعدتها العسكرية في تلك المنطقة. وذكرت مصادر محلية أن قافلة مؤلفة من عدة آليات وشاحنة محملة بالأسلحة والمعدات اللوجستية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي دخلت حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور الشمالي الشرقي، والذي حولته إلى قاعدة عسكرية لتعزيز وجودها وسرقة الثروات السورية. جددت مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتهم بالمدفعية على محيط بلدة عينيسة انطلاقا من نطاق انتشارها بريف الرقة الشمالي. وذكرت مصادر محلية أن مجموعات الإرهابية التي تعمل بإمرة قوات الاحتلال التركي اعتدت بالمدفعية على أطراف بلدة عينيسة شمال الرقة، ما أدى إلى وقوع أضرار في الممتلكات الأهلي والأراضي الزراعية. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 90 حالة ووفاة 10 حالات. وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع ليصل إلى 16776 حالة، وعدد حالات الشفاء ارتفع إلى 11231 حالة، وعدد حالات الوفاة إلى 1120 حالة. أعلنت وزارة الخارجية الروسية استدعاء السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إلى موسكو للتشاور وتقويم آفاق العلاقات مع واشنطن. وقال مصدر في الوزارة إن الهدف من المشاورات هو بحث الخطوات المطلوبة والاتجاه اللازم اتباعه على خلفية حال العلاقات مع الولايات المتحدة. نهاية الموجز، عودة إليك فرح. شكرا لزملائنا أنا بالاستديو الأخبارية السورية، وأكيد هلأ بنرجع لنكمل باقي فقراتنا بهذا اليوم المميز والاستثنائي. أكيد فرح، رغم التحديات والظروف التي تواجه الكوادر التعليمية بمحافظة الحسكة إلا أن الإرادة هي سيدة الموقف. جهود معلمين وأسرار الطلاب هو المشهد اليومي اللي رصده مراسلنا بالحسكة. رغم الحرب والحصار والإرهاب الذي حاول جاهدا ضرب المؤسسات التعليمية في كافة المحافظات السورية ليعم الجهل والتخلف، استمر الكادر التدريسي بالعمل رغم كل هذه الظروف في محافظة الحسكة لمواجهة الإرهاب الأسود بالعلم والنور والمعرفة. احنا رغم الظروف الصعبة اللي نمر بيها ولكن مواظبين على تعليم الأطفال، بإذن الله راح نطالع منهم جيل واعي. نحن رغم كل الظروف التي تحيط بسوريا والمؤامرات العالمية على سوريا والظروف التي تمر بها مدينة الحسكة خاصة، نحن مستمرون في العملية التعليمية رغم كل شيء، وإن شاء الله دائما نتمنى لطلابنا الجد والاجتهاد ومتابعة دروسهم. عملية تعليمية ضرورية بأي ظروف، بأسوأ الظروف يعني لازم نستمر بعملنا، لأنه العلم هو أساس أي شيء، ومن خلاله يعني نقدر نتحدى ونتخطى أي شيء. ما زالت منابر العلم والمعرفة مضاءة بوجه الإرهاب لتنير طريق الأجيال القادمة إلى المستقبل بفضل جنود العلم والنور بنات الأجيال. يعني الوضع شوي صعب بالحسكة، مع هيك مشكورين الأهل عم يبعثوا أولادهم، ونحن الحمد لله المعلمين كلهم عم يجوا عم يتابعوا المسيرة التعليمية، ونحن مستمرين إن شاء الله رغم كل هالظروف. نحن كمان الرديف للجيش العربي السوري، وإن شاء الله للأفضل، وإن شاء الله سوريا والحسكة كلها إن شاء الله ترجع مثل قبل وأحسن إن شاء الله. العملية التعليمية مستمرة رغم كل الظروف والمحنة اللي مرت بها سوريا. لازم يكون عنده حس بأنه هالأطفال اللي يجون من آخر الدنيا، بعضهم مشي، بعضهم كدس بالفوكسات، بعضهم يعني بظروف صعبة جدا، بأمطار بمطر بوحل بغير يمشون، لازم إحنا نكون موجودين ومتفاعلين معاهم قدر الإمكان. طبعا كل الظروف اللي تعرفوها أنتوا اللي ملاحقة الطلاب والطرقات والمواصلات، الطفل عم يجي من مكانات بعيدة كتير لحتى بس يتعلم، ونحن رغم هالمتاعب ورغم هالمصاعب هاي نحن مستعدين دائما أنه نداوم بالمدارس حتى نخرج جيل جديد وجيل أفضل لحتى ينفع بلده ينفع نفسه. بعيدكم، كل عام وأنتم منابر العلم والمعرفة، فطوبى لكم.
طبعا جائحة كورونا شكلت تحدي جديد، إجراءات وقائية ومتابعة صحية بتحاول كتير من المدارس الالتزام فيها خاصة بالوقت الحالي. زميلتنا سالي شار تواجدت مع المشرفة الصحية لحتى نتعرف على أبرز الإجراءات المتخذة للحماية الصحية. ونرجع لعندك سالي، يسعد صباحك عن جديد. شكرا لك فرح، وعودة لك ولسلمى بهيدي الحلقة الخاصة من مدرسة فاروق رجب، الحلقة الأولى للبنات من بلدة حموريا في الغوطة الشرقية. مثل ما ذكرتي فرح، كورونا وجائحة كورونا يلي أكيد عم نعاني منها وعانينا منها، وخاصة بالمدارس الإجراءات الاحترازية مشددة ولا بد منها حرصا على سلامة الطلاب أيضا والكادر التعليمي. رح نشوف نحن أيضا أجواء أخذ الإجراءات والاحتياطات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، والمشرفة أيضا تعمل على قياس درجة حرارة الطالبات والحفاظ على التباعد المكاني للطالبات حرصا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وأيضا الكادر التدريسي. أيضا مو بس قياس الحرارة وتعقيم اليدين بشكل أيضا جيد. حنان المشرفة رح ناخذ دقيقة من وقتك، يعطيكي ألف عافية. أهلا وسهلا، الله يعافيكم. يعني عم نشوف أخذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا بالمدرسة مع الحفاظ على التباعد المكاني، اشرحي لنا شوي قديش مشددين وقديش بهمكم هذا الوضع. طبعا يعني الأهمية العظمى هي للطفل، وأطفالنا يعني هن أمل المستقبل، فأنا بدي حافظ عليه بالتباعد المكاني أول شيء، الوقاية، المسح الحراري اليومي، التعقيم اليومي. طبعا قبل دخولهم اليوم تأخرنا شوي، بس حاولنا ناخدها بشكل أسرع، حتى تواصل مع الأهل في حال لاحظنا ارتفاع حرارة بسيطة عند الطالبة، تواصل مع الأهل لأخذ الدواء المناسب للطفل. حلو كتير. يعني مع أخذ الإجراءات الاحترازية من قياس حرارة وتعقيم وغيره، قديش مثل ما عم نشوف في حملات توعية لغسل اليدين وقت يرجع الطالب من المدرسة، يشلح ثيابه، يغير ثيابه، ما يفوت بثياب المدرسة لعدم نقل أي عدوى، قديش كمان عم تشددوا على هذا الموضوع؟ طبعا في ندوات توعية تقريبا أسبوعية من قبل المشرفة الصحية، وحتى في عندنا ندوات صفية، معلمة الصف تقوم دائما بتوعية الطالبات أثناء الخروج، أثناء الدخول، أثناء دخول الحمامات، وجود الصابون، غسل الأيدي بالصابون دائما، التباعد المكاني أثناء اللعب بعد من الاقتراب بشكل كبير، وضع الكمامة لتخفيف الإصابة إذا كان هناك نوع من أنواع الرشح ممكن يصافية، إذا كان الطالبة قليل مرتفع حرارته ممكن تبتعد هي لحالها عن زملائها. يعني صار الطالب عنده وعي انه انا ما بدي يضر رفقاتي، ما بدي يضر اصدقائي لا داخل صف ولا الباحه. شكرا لجهودكم المبذوله، شكرا لك، وايضا نتمنى السلامه للجميع، للكادر التدريسي ولطالباتنا. فرح سلمى، مثل ما شفنا اخذ الاجراءات الاحترازيه الخاصه بكورونا ضمن المدارس، وهي خطوه جدا مهمه للحفاظ على سلامه طلابنا والكادر التدريسي. إن شاء الله هيك يا رب، كل عام وجميع المعلمين والمعلمات وجميع من علمنا حرف بألف ألف خير. عودة إليكم ولا الحلقة الخاصة من قلب الغوطة الشرقية المحررة. شكرا لك زميلتنا سالي، ويعطيكم ألف عافية على كل هاي الإجراءات المتخذينة، يمكن لضمان أمن وسلامة وصحة الطلاب والمدرسين. يعني مثل ما تابعنا فرح مع سالي، المتابعة الصحية للإجراءات الاحترازية أصبحت بشكل يومي موجودة بمدارسنا من أجل الاطمئنان على صحة خلال الجائحة العالمية كورونا. وأيضا في الضفة الأخرى، أحدثت وزارة التربية المنصة التعليمية عبر الإنترنت خطوة نحو تفعيل التعليم عن بعد أونلاين. طبعا رح نتعرف على التجربة التعليمية واستمرار المعلم بأدائه لدوره عبر المنصة. هذا الشيء رح يعرفنا عليه ضيفنا الأستاذ عبد القادر عموري، رئيس شعبة التوجيه التربوي بمديرية ريف دمشق. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير.
كل عام وانتم بخير، كل عام ووطننا وقائدنا بألف ألف خير. أهلا وسهلا فيك. صباحك وأهلا وسهلا فيك وينعاد عليك بكل الخير يا رب. إن شاء الله علينا وعلى معلميننا وعلى وطننا الحبيب إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أهلا وسهلا. اليوم أستاذ مثل ما تابعنا مع زميلتنا سالي في إجراءات متخذة لمواجهة فيروس كورونا، مو بس في إرهاب ومواجهة لكل العمليات والاستهدافات الإرهابية، أيضا اليوم في ظروف استثنائية، والمنصات التربوية التعليمية كانت أحد الأسلحة لمواجهة هي الظروف. خبرنا عن جهود المدرس كان في المنصات التربوية التعليمية. صراحة أول شيء بحب رحب فيكم بالغوطة الشرقية بريف دمشق، هذه الواحة الخضراء اللي حرر الجيش العربي السوري. نحن من خلال لقائنا اليوم، طبعا من خلال قناتكم، بحب وجه رسالة شكر ومحبة لزملائنا المعلمين فعلا اللي كانوا جنود حقيقيين أثناء فترة الحصار اللي كانت موجودة، لأنه كان المعلم بتلك الفترة عم يطبق المناهج السورية ضمن كل الظروف اللي كان عم يمر فيها من حصار وضغط وإرهاب. لذلك عندما حررت هذه المنطقة، أول هدف كان لوزارة التربية هو تفعيل المدارس. لذلك أوجه بطاقة شكر لكل زملائنا المعلمين. من الخطوات التي كانت تقوم بها وزارة التربية دائما مع في التعامل مع المناطق المحاصرة هي التعلم عن بعد أو إيصال المنهاج السوري إلى كل فرد، لأننا كنا واثقين تمام الثقة بأن هذه المناطق ستعود إلى حضن الوطن في يوم من الأيام. ومن هذه الأساليب كان هناك إطلاق المنصة التربوية في العام 2018 بمركز تطوير المناهج. كانت هذه الخطوة من أجل أن يكون هذا التعلم عن بعد أحد أشكال التعلم البديل. هناك ثلاث منصات تربوية حاليا موجودة في الجمهورية العربية السورية، هي منصة دمشق التربوية، المنصة السورية لتعليم المبكر، والمنصة التربوية السورية. إذا أردنا أن نتحدث عن عمل هذه المنصات، يوجد لدينا منصة التربوية لتعليم المبكر أو لتعليم الطفولة ما قبل الدخول إلى المدرسة. تستهدف هذه المنصة الأطفال قبل دخولهم إلى المدرسة من خلال خبراء معنيين يقومون بتقديم برامج ترفيهية وتعليمية للأطفال في سن ما قبل المدرسة. وهنالك المنصة التربوية السورية. المنصة التربوية السورية تعنى بالأطفال من الصف الأول حتى الصف الثالث الثانوي. ويوجد لدينا المنصة دمشق التربوية، هي المنصة الرائدة على مستوى العالم التي تعنى بأن يكون المتعلم هو محور العملية التعليمية. إذن نستطيع القول بأن دمشق كانت من الدول السباقة في العالم لأن يقوم الأطفال هم بتقديم الدروس النموذجية على زملائهم بإشراف المدرسين والاختصاصيين. نعم، يعني مثل ما حكيت أستاذ عبد القادر، المنصة شملت كثير من الفئات العمرية. خلينا نحكي بشكل أكبر، خلال فترة كورونا كيف تم تفعيلها وقديش كان الداعم لكل الطلاب بمختلف الفئات العمرية؟ نحكي شوي بالتفصيل أكثر. تماما، نحن نعلم عزيزتي بأن وزارة التربية كانت تطلق البرامج التعليمية في مرحلة من المراحل لأهلنا في الجولان المحتل، حيث كانت تقدم هذه البرامج لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية من أجل أن يقوموا بتقديم الامتحانات على أرض الجمهورية العربية السورية. ولكن الظروف فيما بعد وحدوث جائحة كورونا واجتياحها للعالم جعل هنالك فقدان للطالب وبعد بين الطالب والمدرسة بسبب الحجر الصحي الذي كان قد فرض سابقا، وكان على وزارة التربية أن تقوم بتعويض الفاقد التعليمي. من ضمن الخطط المطروحة هي فكرة المنصة التربوية. المنصة التربوية تقوم ببث برامج تعليمية ضمن دروس نموذجية، أيضا هنالك جلسات امتحانية، ويوجد أيضا لدينا بالإضافة إلى الجلسات الامتحانية ندوات تربوية، حيث بلغ عدد الجلسات الامتحانية ما يقارب 1793 جلسة ودرس قدمت عبر المنصات التربوية بإشراف مدرسين اختصاصيين على هؤلاء الأطفال. نعم، اليوم شو هي يمكن أهم المسؤوليات اللي بتشوفها حضرتك أنه يمكن تواجه المدرسين، وأعباء زائدة يمكن ما كانت موجودة واليوم عم يكون العبء أكثر والمسؤولية مضاعفة؟ طبعا هنا اليوم زميلنا المعلم ضمن الظروف المتاحة
وخاصة في المناطق نستطيع أن نقول المحررة، يوجد ضعف في تأمين بعض الاستراتيجيات ووسائل التكنولوجيا التي يتطلبها التعليم المتفاعل الذي يعتمد على أن يكون المتعلم هو محور العمل والطرق التفاعلية. لذلك نستطيع القول بأن بعض البدائل التي أوجدتها وزارة التربية ومنها هذه المنصة، البعض يعتقد بأن المنصات التربوية فقط تعتمد على وجود الإنترنت، علما أن وزارة التربية ووزارة الاتصالات مشكورين هنالك باقات مجانية من أجل الدخول إلى المنصات التربوية، إضافة إلى أنه يمكن تخزين هذه الدروس التي تقدم على شرائح تخزين متعددة من أجل العودة إليها فيما بعد. وأيضا يوجد تفاعل لهؤلاء الطلاب مع هؤلاء المعلمين على مدار 12 ساعة متواصلة للإجابة على كل التساؤلات والاستفسارات التي قد تخطر ببال المتعلم إذا كان يحضر الدرس ولم تخطر في باله في هذا الوقت. لذلك اليوم يقع على كاهل زميلنا المعلم التخطيط الجيد والتحضير الجيد من أجل التواصل، وهنالك تواصل تقريبا من مدينة دمشق ومدينة محافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق بإرفاد المنصة يوميا بزملاء معلمين يقومون بتحضير وإعطاء الدروس من خلال هذه المنصات التربوية. أكيد نقول لهم يعطيهم ألف عافية على هي الجهود الجبارة مثل تمام. ما عم نقول، والفكرة كثير حلوة إنه إحنا ما لنا بحاجة إنه دائما يكون الانترنت متوفر رغم الباقات المتوفرة موجودة. تخزين الدروس كمان هو موجود وبيتيح لكل الطلاب إعادة هي الدروس ويقدروا فعلا أنه يعودوا الفاقد التعليمي اللي راح عليهم. نشكرك كل الشكر لك. أهلا وسهلا فيكم، وأنا برجع بشكركم وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك، وشكرا لكل طبعا المعلمين اللي كانوا رغم كل الظروف متواجدين، سواء طبعا تحدوا الإرهاب تحدوا جائحة كورونا وكانوا قد المسؤولية. شكرا. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لحضراتكم. شكرا لكم. يعني لهون سلمى بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا الاستثنائية لليوم من الغوطة الشرقية وتحديدا حمورية، وأكيد مدرسة فاروق الشهيد فاروق رجب يلي استضافتنا لليوم. بدنا نقول لهم شكرا كثير لهي الاستضافة، ينعاد على جميع المعلمين والأساتذة اللي عم نشوفهم دائما بكون عم يكونوا على استعداد دائم إن كان لتعويض الفاقد التعليمي وإن كان حتى لصنع جيل فعلا سوي من الناحية النفسية والتعليمية تعليمية، جيل قادر على إعادة إعمار سوريا. صح الدمار يلي شفناه خارج المدرسة يمكن على طريق القدوم إلى المدرسة هو دمار كتير كبير، لكن اليوم أكيد حالة الحياة اللي شفناها هي بهي المدرسة هي حالة بتفرح القلب وأكيد بتعطينا كتير من الأمل لقدام. بدي أرجع أقول ينعاد على جميع المعلمين والرحمة للشهداء من الكادر التعليمي وللأطفال يلي كانوا ضحية للإرهاب، وبدي لك يعطيك العافية سلمى. يعطيك العافية فرح، شكرا لك، وأكيد الشكر موصول كمان لزميلتنا سالي شار اللي كانت مرافقتنا بالحلقة اليوم من ضمن الصفوف التعليمية، لكل كادر العمل كادر الإخبارية السورية وأيضا للكادر التربوي المتواجد ضمن المدرسة في حمورية، لكل معلمينا على امتداد الجغرافيا السورية كل عام وأنتم بألف خير، لكل أيضا أرواح الشهداء من الكادر التعليمي اللي تعبوا وضحوا كتير لحتى تبقى سوريا موجودة ورسالة العلم والثقافة والحضارة لا تتوقف. أكيدنا نتمنى لهم الرحمة أيضا لجنودنا وبواسلنا بالجيش العربي السوري اللي لولاهم ما رجعت الحياة تنبض بأي مكان بسوريا. الله يرحم شهدائنا جميعا من جرحى وأيضا أبطال الجيش أو مدنيين. تبوا بألف خير.